باش الروبون دي مباشره بالنسبه للاسعار نقولوها بالعلالي بالواضح المفضح. اليوم الاسعار اللي كتطبق عند المغاربه زايده اكثر من القياس. الدليل في ذلك ما غاديش نقارن مع اوروبا ولا مع الاتحاد السوفيتي ولا مع سلوفانيا. انا غادي ندير واحد القضيه، لو ان الحكومه السابقه ديال سيمن كيرين ما دارش التحرير ديال السوق وبقينا اليوم كنعتمدوا التركيبه ديال الاثمان، اليوم الغازوال خصو يتباع 8 درهم فاصله 60 8 درهم فاصله 50. بنيتوا هذا الشيء على شي دراسه على شي قراءه؟ دراسات كاين اون فورميل دو كالكول كانت كتابليك حتى النهايه ديال 2015. نعم. لو انه الحكومه السابقه ما خدتش هذا القرار وحيدت ما يسمى بالتحرير، شنو هو التحرير؟ هو كنحيدوا السعر الاقصى ما كنبقاوش نذكروا به. لو انه ما حيدناش هذا الشيء، والمؤسف انه في ذاك الوقت الحكومه قالت بانه هذا التحرير سيمشي في اتجاه المستهلك. لصالح لصالح المستهلك. اليوم كنقول بانه الغازول كيتباع 8.60 وهو كيتباع اليوم ب 10، بمعنى كاين درهم فاصلة 20 درهم فاصلة 40 زايدة فوق الأرباح الطبيعية اللي خصها ديرها الشركة ديال التوزيع. الدليل أكثر من ذلك هو أنه الأرباح ديال الشركة ديال التوزيع في هذه السنتين اللي وقع فيها التحرير انفجرت بشكل مهول جدا. نعطيك كاين شركات اللي كانت كدير 300 مليون ديال الدرهم 320 مليون ديال الدرهم، اليوم تفوق مليار ديال الدرهم وتبيع نفس المبيعات اللي كانت كديرها سابقا. بمعنى خصنا نتكلموا بكل وضوح بانه الاسعار اللي كاينه اليوم يؤديها المواطن.